الى احمد سباعي، ساقط الكرة خلف الدفاع. حلوة حلوة من احمد، حلوة الكرة الماضية من احمد سباعي باتجاه مهند علي، لكن طالت على مهند ايضا، طالت عدت ومرت الى خارج الملعب، تتحول الى ركلة مرمى. حلوة 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 التمريرة، ومهند علي معها بشكل ممتاز ايضا، كاد ان يصل الى الكرة الماضية، لكنها خبرات كبيرة في مختلف الدوريات، عندها هدفين مابوجي الموسم الحالي، سجل هدفين، هو مميز في الكرات الرأسية الموسم الماضي. كايكي الى اسماعيل ابراهيم، لحسيني عبد النور يسدد كرة الى خارج الميدان، الى خارج الميدان لعبد النور الحسيني في شباك العربي، لكن فريق خسر تلك المباراة بهدفين مقابل هدف. كرة بلمسة وانطلاقة، هذه اخطر للسنية، اخطر الان تياجو لعبد القادر الياس، الياس الياس، لا 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 لا، مو محظوظ يا الياس، مو محظوظ يا عبد القادر، القائم القائم يرد اخطر الكرات افضلها. شوف في المساحات هنا راح يضربك السينية، ام صلال يعطي السينية مساحات هذه كرة عبد القادر الياس الجميلة والرائعة جدا من الياس، ممتاز ممتاز ممتاز، لكن مو محظوظ مو مصلان. هناك مهند علي ومبوج، كلاهما مميز في كرات الراس، مهند ياخذها مو من امام مبوج، يعني هم فعلا الاثنين مميزين في الكرات الهوائيه، والاثنين هم اللي راحوا للكره اساسا، مبوجي واخذها من امام مهند، ويعترف هو على مهند يقول اترك الكره لي انا باتجاه المرمى. محمد العبيدي ينقل كرة عرضية لا تجد أحد أيضا لاستقبالها مباشرة خارج الملعب، تتحول الكرة إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى. محمد العبيدي، إسماعيل، إسماعيل محمود، إسماعيل يتقدم، إسماعيل لا 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 لا، يخطئ يخطئ، هذا عبد النور بن حسين، إسماعيل لا والله هو إسماعيل، واضح الستايل وطريقته وحتى في التسديدات. ابتدى اسماعيل، الكرة تعود هنا للسيلية، احمد المنهالي عرضية خارج الميدان، خارج الميدان راحت، عدت ومرت إلى ركلة مرمى، تحولت لروزبا، روزبا المدافع اللي يملك كرة الآن، روزبا ياخذها من مهند عبد القادر الياس إلى تسديدة تياجو، الله 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 الله، على كرة، على هدف، على قتال، على سرعة عودة للشواهين مع انطلاقة الشوط الثاني، وقت سريع جدا، هنا روزبا يخطئ يخطئ في المرة الأولى، في الثانية، يا سلام يا مهند، يا سلام يا مهند يا علي، هو من يقاتل يسترد إلى إلياس، والله إلياس على التمريرة، والأروع هي التسديدة والنهاية السعيدة. أوه يا تياجو، قوية قوية في اقصى الزاوية اليسرى، صعبة على سامي، صعبة صعبة، افضل نهاية وافضل انهاء من تياجو في شباك ام صلال، عودة سريعة للشواهين، عودة سريعة للسنية، يدوب يدوب يعني دقيقتين فقط على انطلاقة الشوط الثاني. الخطأ بدأ بأن هو خطأ المدافع، استحواذ من حيث الحصار والحركة، مهند علي مجددا الى الياس، الياس 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 الى مهند، ما زالت الكورة والدفاع خارج الميدان، خارج الميدان. شوف شوف ممتازة داخل المنطقة، ممتازة، خطيرة 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 إلى حارس المرمى سامي حبيب. تياجو مابوجي، مابوجي، حلوة حلوة الكرة، حلوة الكرة، المدافع مابوجي، والله قدرات متنوعة لهذا المدافع، مدافع صلب مميز في الكرات الهوائية، مميز في الخروج من الكرة واللعب تحت الضغط والحمودان إلى نذير بالحاج، نذير في الجبهة اليسرى، نذير يتقدم، نذير يلعب العرضية على القائمة الثانية، خطيرة هذه خطيرة، وسط صراع قوي في اللقطة الماضية لمصلحة أم صلال، تسديدة ممتازة من بعيد، ممتازة من كايكي، حاول وسدد لكن في المكان اللي يقف فيه كلوت أمين، يمسك بالكرة الماضية كلود، ممتاز، رائع رائع لعباتك يا ميمي، كراتك يا مهند، خطورتك يا